السلام عليكم. اليوم 24 من آذار 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء، وتصدر الاجتماع جملة من المسائل قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وابتدأها بتأكيد ما يقوله دائما في اجتماعاتنا من أن هذه الحكومة تعمل حتى اللحظة الأخيرة، وأيضا تتهيأ في الوقت نفسه لاستحقاقات المرحلة القادمة. تعلمون نحن في بلدنا بصدد تشكيل حكومة جديدة، والوزارات كافة وجهها السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تعمل على الدوام ضمن مسؤولياتها، وأيضا تتهيأ للمرحلة القادمة. هناك مجموعة من المسائل أيضا نوقشت، بينها مسألة قضايا الفنانين وأوضاعهم. سبق اجتماع مجلس الوزراء لقاء مع مجموعة من فناني العراق البارزين في مجال الفن المسرحي والتمثيل تحديدا، وقضينا ساعة من الحوار والنقاش في أوضاع الفنانين ووضع الفن المسرحي ووضع دائرة السينما والمسرح ضمن وزارة الثقافة والسياحة والآثار. وتمخضت جملة النقاشات ليس فقط عن التبصر بأوضاع الفنانين ومعالجتها، بقدر ما نصل إلى نتائج عرضناها لاحقا اليوم في مجلس الوزراء. وللأمانة السيد رئيس مجلس الوزراء الداعم للثقافة والمثقفين والفنانين، وأيضا السادة الوزراء جميعا، ناقشوا هذه الأوضاع وخلصنا إلى قرارات إيجابية ومهمة في تعزيز تمويل الفن العراقي، خاصة في دوائر الفنية دائرة السينما والمسرح. وصار هناك قرار بتمويل وزارة الثقافة لاستكمال الدفعات التي تم العمل عليها والتعاقد مع الفنانين من إنتاج مسرحيات وأفلام سينمائية، وستصرف هذه المستحقات ضمن قرار مجلس الوزراء هذا. وأيضا طلبنا تمويلا لدائرة السينما والمسرح لأنشطتها، ووافق مجلس الوزراء بدعم من السيد رئيس مجلس الوزراء على تقديم منحة، أن تقوم وزارة المالية بتقديم منحة بمقدار 1 مليار دينار للأنشطة الفنية الخاصة بدائرة السينما والمسرح. وأيضا ضمن النقاش السادة الوزراء لم يقصروا في الحقيقة في دعم وزارة الثقافة، فكانت هناك مبادرة طيبة من الفريق جمعة عناد وزير الدفاع العراقي بالتبرع لوزارة الثقافة بمبلغ 50 مليون دينار. إذن كان هناك اهتمام هذا اليوم بالثقافة والمثقفين والفنانين، وأيضا قرار لمجلس الوزراء بالدعم المادي وبتقديم المنحة. أيضا تعلمون كانت هناك زيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء للموصل، وطالما زرنا الموصل وعقدنا فيها اجتماعات ومن بينها اجتماع مجلس الوزراء، وربما تكون هذه الزيارة الرابعة ذات أهمية. أيضا اليوم السيد وزير الصناعة الأستاذ منهى العزيز الخباز عرض مخرجات هذه الزيارة إلى الموصل، وطلب أن تناقش في مجلس الوزراء، وبالفعل تلقت الموصل وتتلقى دائما الدعم لخصوصيتها، خاصة في مرحلة ما بعد داعش. وكان هناك نقاش حقيقة على مسائل عديدة قدمها السيد وزير الصناعة، ربما أبرزها قضية مطار الموصل الذي سيكون هناك فيه استئناف لتطويره والعمل عليه ضمن الإمكانات المتاحة. وأيضا كان هناك حديث عن فندق الموصل وهو من اختصاص وزارة الثقافة والسياحة والآثار في هيئة السياحة، نحن عملنا عليه حقيقة، وهو الآن مقدم لشركات متنافسة فندق الموصل، وأعتقد في غضون الشهر الرابع سيكون هناك إحالة لإحدى الشركات المتميزة التي تنافس شركات أخرى من أجل بدء العمل على فندق الموصل. وأيضا كان هناك نقاش عن تأسيس بيت ثقافي للموصل للمثقفين هناك، وأعتقد لدى وزارة الثقافة والسياحة والآثار قطعة أرض هناك، وتلقت الوزارة دعما كافيا لتأسيس هذا البيت الثقافي خدمة للمثقفين في الموصل العريقة المعروفة بتاريخها الثقافي الكبير.
فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير التعليم العالي الدكتور نبيل عبد الصاحب اليوم ناقش موضوعا أساسيا مهما واستحصل فيه على موافقة مجلس الوزراء على إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية. هذا المشروع دققه مجلس الدولة واليوم حظي بموافقة مجلس الوزراء، وأعتقد هو خطوة مهمة وأساسية للأساتذة التدريسيين وللعاملين في هذه الكليات والجامعات الأهلية في أن يكونوا مثل أقرانهم في الجامعات والكليات الحكومية وأن ينالوا حقوقهم. السيد وزير الموارد المائية الأستاذ مهدي رشيد الحمداني عرض على مجلس الوزراء مجموعة من القضايا، أهمها مشاركته في المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال. هذا المنتدى يحظى بأهمية لأهمية موضوعه المتعلقة بالمياه. العراق لدينا مشكلة المياه والشحة المائية عانينا منها سنوات طويلة، وأعتقد مشاركة السيد الوزير في هذا المنتدى العالمي المهم أفضت إلى أشياء تخص هذه الوزارة وتطويرها وتطوير إمكاناتها. وأوصى السيد الوزير في أن يستحصل توجيها بصدد دعم كوادرنا في السنغال. السنغال بلد مهم فيما يتعلق بالموارد المائية وسيكون محط أنظار العالم، ولذلك كان هناك نقاش في قضية دعم كوادرنا في سفارتنا في السنغال وتوفير ما يكفي لمعالجة هذه الموضوعات. وأيضا عرض موضوع أوضاع سدة الهندية، هذه السدة شهيرة ومعروفة وموضوعها اليوم حينما نوقش إنما هو لتأهيلها، واستحصل السيد وزير الموارد المائية على توجيه بأن تقوم وزارة الموارد المائية بتأهيل هذه السدة نظرا لأهميتها فيما يتعلق بتسجيلها بسجل مواقع التراث العالمي. أخيرا كانت هناك بالتأكيد قرار لوزارة النفط حينما عرض السيد وزير النفط موضوع يتعلق بمشروع توسعة مصفات في الديوانية وتطويرها. هذه الفكرة وهذا المشروع هو دعم للمدينة بالتأكيد، ويؤدي إلى مزيد من فرص العمل لشباب المدينة، خاصة أن سعة هذه المصفات ستطور وتوسع إلى ما يقرب من 70,000 برميل يوميا. هذا كل ما نوقش هذا اليوم، وشكرا جزيلا.